ناخد المكير الاستاذ احمد مصطفى. مساء الخير يا فندم. مساء الفل يا فندم، ربنا يخليك يا فندم على الكلام الجميل ده. ده حاجه جميله يعني، فوق دماغي من فوق. طب قول لي يعني، اولا انت عندك يعني، انا عايز اعرف يعني، انت عندك ادوار يعني شخصيات صعبه جدا، يعني بدايه شخصيه الفنان ياسر جلال، وهي طبعا هو بيقدم شخصيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي شخصيه صعبه جدا، انه لم نتخيل انه ياسر جلال يطلع بهذا الشكل يعني. الحمد لله. طبعا انا بشكر طبعا دكتور بيتر على ثقته فيا في ده، وده مش اول تعاون بينه وبين دكتور بيتر، فكان واثق فيا الحمد لله ان انا بشتغل كويس، وان انا بعمل الشغل المكياج ده كويس الحمد لله. فاول ياسر شخصية يعني، طبعا ياسر شخصية جلال مغير حاجات كتير قوي، من الشعر للحواجب، لا اشياء كتير قوي يعني. الحمد لله الحمد لله. بس كان دكتور بيتر كان يهمه حاجه واحده جدا، ان احنا يبقى في بساطه في المكياج، ما يبقاش في حاجه اوفر. طبعا هو عاوز الروح بتاع الشخصيه طبعا اللي بيجسدها استاذ ياسر جلال، طبعا شخصيه الرئيس عبد الفتاح السيسي. فقال لي انا عاوز الروح بس، اقرب طبعًا حاجه ليها من غير اي حاجه نعملها تبان ان هي فيك، تبان ان هي في شغل طبعا تركيبات ولا حاجه. قال لي والتعامل هنا في حساسيه، انت بتقدم شخصيه زعيم عربي يعني، فطبعا التعامل معاها مش يعني مش سهل. طبعا، والحمد لله رب العالمين، ربنا وفقنا، لان احنا فعلا كلنا ذاكرنا وكلنا حاولنا نوصل الشكل. طب قولي كده، قولي من الكواليس استاذ مصطفى، قولي كده من الكواليس يعني، حضرته قد ايه؟ انت وصلت لايه؟ كنت بتشوف مثلا فيديوهات للسيد الرئيس، صور؟ حضرته ازاي الفنان ياسر جلال؟ انا كده اصلا بحبه جدا، اصلا كلنا انا بحبه طبعا. فبالتالي طبعا كنت بتفرج على كل الفيديوهات، بشوف الصور، وكمان الصور احنا بنعمل المرحله بتاعت 2012 2013، فاهمه؟ سنه بس طبعا اللي كنا بنشتغل عليها. فطبعا ايه، كنا اللي هو وقت وزير الدفاع لما كان اشتغل ان هو يبعت لي صور والفيديوهات اللي في الوقت ده بالظبط، عشان نقدر نرسم على وش استاذ ياسر بالظبط الرتوش بالظبط اللي احنا عاوزينها، والعلامات المميزه في الشخصيه الرئيسيه على استاذ ياسر نفسه. فبأبسط حاجه من غير اي فيك زي ما قلت لحضرتك. فالحمد لله ربنا وفقنا، عملنا بروحه طبعا مره واثنين وثلاثه، بمشاركه طبعا كوافير استاذ ياسر طبعا محمد. خدت وقته قد ايه استاذ احمد؟ عملنا يعني لحد ما خرجتوا للشكل النهائي اللي اتفقتم عليه، اخدت وقت قد ايه؟ لا، فاحنا عملنا مرتين تيست، والمره الثالثه الحمد لله وصلنا للشكل اللي احنا عاوزينه بالظبط، والدكتور بيتر وافق عليه، فالحمد لله يعني. لا يعني هو ثالث مره بالظبط كنا وصلنا للشكل. طب انا هقول لك حاجه يا استاذ احمد، يعني احيانا صحيح انت الماكير واستاذ ياسر جلال فنان كبير ومعروف، ولكن لحد لما يعني حضرت الشخصيه وتحضر الفنان ياسر جلال ولقيته يعني بيطل عليك بشخصية كان الفريق عبد الفتاح السيسي، لأن أنت بتتكلم عن الحقبة اللي هي لما بالضبط كان سيادة الرئيس فريق في وزيرا للدفاع. بص يا فندم، احنا أول ما بدأنا نشتغل أستاذ ياسر يعني قال اللي أنتوا عاوزينه اعملوه، حتى أنا طلبت منه إن احنا نحلق الشعر من الجبهة الأمامية كده، نحلق الشعر عشان بس ما نضطرش نركب حاجات وبتاع. فأستاذ ياسر طبعا وافق على الفور، قال لي اللي أنت شايفه صح وأستاذ حسن مصطفى شايفه صح اعملوه، في سبيل إن أنا عاوز الشخصية تطلع مظبوطة جدا. أيوه، ووافق فعلا. والكوافير محمد سعد بدا يشتغل على كده، وبدات اعمل بقى الرتوش بتاعت المكياج بالالوان في الفاتح والغامق والكلام ده كله، ومبين كل التفاصيل. والحمد لله رب العالمين، هو شاف في المرايه كده بصراحه، قام خدنا بالحضن يعني. هل المخرج كان عنده، خدنا بالحضن على طول. طيب هل المخرج يعني بعد البروفا الاخيره، اول ما شاف الطله الاولى لياسر جلال، ايه الملاحظات اللي حطها المخرج بيتر ميمي؟ يا فندم، هو اول مره عملنا التيست كان فيه ملاحظات بقى، اللون نغمق اللون شويه، في كم ملحوظه كده قالها، ناكد على زبده الصاله بالظبط بنفس لونها وبنفس الخفيه بالظبط. الحاجات دي كلها كان ملاحظات دكتور بيتر في اول مره وثاني مره. الثالثه شاف الصوره النهائيه، قال هو ده اللي احنا عاوزينه، والحمد لله ربنا وفقنا فيها يعني.